بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، الدرس التاسع من كتاب الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي، ودرس سجالات كتاب كي سيرة أها إمي عسوها الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي وسكلها شيخ علم يبضن شارح عقيدة الضحاوية كتاب كالضحاوية شرحي مرك كتاب كي بانكسو جهري ودرسي سقالات وأهديت مارية القبضية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارض وفي الصيام قد كان فتح بلد الحرام وأهديت وحالوس وهديه نبيغة مارية هويني دي مارية أهيد القبطية إلون نسبيي نمانكي أقباض مصر مصر دادكي دي جيري قبطيين تأها بقركي مقوقس أها مصر حكومي أيا أسو هديه فيه في السنة السابعة سنة تضباد لحظة سنة تضباد هجري وفي الثامنة سنة سديدان السرية إلى الذي أيا سارت سعوتي لمؤتة ماشا مؤتة ليراهده وفي الصيام وفي شهر الصيام صون كبشي سنة قد كان وحاءها ضوء حسلي وكان ذي تعمل هيدا فتح البلد مقالة فرشة ذي مقالة الحرام حرمض لهيد أو مكة وأهديت وحالوس وهدي نبي مارية القبضية وحاوي هوشا سيادو فهنتو نبي عليه الصلاة والسلام سندي اللي حاد مركو انتو عمر آذي حديبية مركا لغوشاري وإن منكي قال ذي قريشيد وديدين إنو عمر يستوه أيا وحاد عاي إن سلح الحديبية هشيس ليراه الله قالي سلح الحديبية هشيس كي مركا حديبية مركي لك قالي اي وصول لابتاي نبي وكدب حوسمي عليه الصلاة والسلام أرهن لو يقان مكاتبة الملوك والأمراء بقرد إيا مضاحة إنو رسالوين أقر رسالوين كددكو أقر وحاكم إذا بقر كي مركا مقوقس موسى إسلام بقر كا مقوقس لكن آد إي آد أيهوشو ألويناتي نبي مركا هدي أصدري هدي يدي وحاكم إذا قبض عن مارية القبضية اللي راه نبي أنا وحيود داشي أضوم بي أحيد نبي أنا وحيود داشي إبراهيم ويلكي إبراهيم أي ساقو يردنت وأهديت وحالوسو هدية النبي مارية القبضية مارية القبضية فيه في السنة السابعة سنة تضبعت إحدى من الهجرة وفي الثامنة وفي السنة الثامنة سنة سديدة حق هجرة السرية إلى الذي أيا سارت سعوتي لمؤتة مارك إلى الله ما شاء الشيخ كعبري ما شاء الله يرقب صدي ورطي استلاح باجيرو إنا كور قبناء عيدان كا نبي وسلسو عني عليه الصلاة والسلام جهاد كوبحا يا إن باين باين تا سريا لو يقان أما دقال حق بصدو دقال هدعا ما يسد دقال لمن عيدان كا نبي وهقاميان عليه الصلاة والسلام وحلو يقان غزوة حارب أم لم يحارب أما هد دقال لما أما يسد دقال لمن مؤرخين تو يا علماء السير ساسي كويشي مركب مؤتا دقال وين بوها زيد بن حارثة ايا عيدا كهو قامين اي نمانكي راهوم او بقول كنا يا بقول كنا عربة او نصارى العرب عربتي نصارى دا اهيد اي كالمين اي لبدا بقول اي كن يا وحاء سيلي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهجامين يزيد بن حارثة وصدحكم دقال مركة وحاد دعي آدي آدوين ماش ولماذا قاربا سيرادة كعبري غزوة مؤت دولماتك مؤت ما دامت دقال وينه
قارة معركة مؤتة كعبير ما دام إصطلاحي أي إلى لنا يا أو سعيدا كان النبي ولسه عن دجال كي مؤت لكن سرية لما دهاي علماء قار سرية وحوي غنا أنا أفر بقول كبدا أيضا كان صحابة وحوها صدح كن وفي ثامنة سنة السديدات صارت وحاس عت السرية إلى الذي لمؤتة تماش اللي معركة مؤت ده قال لي ماشى كده عوي وفي الصيام وفي شهر الصيام صون كبشي سوى رمضان بشي رمضان وفي الصيام وفي شهر الصيام صون كبشي سنة قد كان وحاء هذا حصل وكان ذي تعمد هيدا فتح البلد مجال ذي فرشة ذي الحرام يا حرمة لهيد غزواتك وقرانك كشيكيين فتح مكة كمذا في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ويبل رمضان بالله فرت السنة دي سديدة دي هجري وفي الصيام وفي شهر الصيام صون كبيشيسي قد كان وحا حسلو هذا فتح البلد مجال ذي فرشة ذي الحرام يا حرمة وبعد فتح مك مكة فرشة ذي كدب سنة ذي سديدات قد أوردوا حيسو أروريين علماء ذي السير أهل السير وأهل المغازي وأهل التاريخ الإسلامي ما كان وحي أهذا حسلي في يوم حنين معلمتي حنين وحي حسلي ثم يوم الضائف ثم ما كان وحي أهذي في يوم الضائف معلمتي الضائف غزوة لا غزوة حنين بشي شوال بيد عضي رمضان بمركو النبي وفرت عليه الصلاة والسلام مكة أيا بشي كحكتي شوال ليا صنفرنا صومالي ذا ايو يقانا أيا غزوة حنين بعد عضي مسلمين توحبا سو قاري وحو وحو سو قارينا القرآن كوا كشيكيو وحاقار كود عجب قليا بنان تاي بنايا طبان كون او نبي وكو قبصد عليه الصلاة والسلام مكة إيا لابا كون او دولاقا لو بحيو راعي ومركا آدانو اسمينو حديث عهد بالإسلام إسلام كو عصبا لابي يطبان كون مركا بحانا دي عيدا انتا لغو مدح مدو ان لعركا قاركود با وحيد اما انتا نلقاعد كان ماي يرين نلقاعد كان ماي عيدا بضن بان إن يبنان تو عجب قليسين إلهي واشي سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وحيدين عجب قليو علي رمانتي حنين بنانتي بددي أضبنيذين بنانتي لكن وحبيذين ما ترين دبدنا عن الجيد السين وبعده ضايفنا يدنا السيدو كالي يدنا غزوة كالعضي وبعده انت لها ريري اذو مركي الدم ان لقص والله طيب هذا عين نبي ندعي عليه الصلاه والسلام وبعده فتح مكه كذب وبعده مكفر شده دي كذب اي وبعده وبعد فتح مكه مكفر شده دي كذب قد اوردوا وحيسو اروريين علماء السيره ما كان وحي اهذا حصلي في يوم حنين مالنتي حنين ثم يوم الضائف مالنتي ضائف وحي حسلي وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبعد انت كدب اي بعد فتح مكة وحنين والضائف وبعد انت كدب مكة مركي لفرتي دولماتك حنين يضائف نايد عين في ذي القعدة بشي سيداتال احذي هذا اعتماره النبي عمريسي سوى حسلي من الجعرانة ماشي الجعرانة اللي يأوك عمريستي جعرانة ضبع إسكاري لكن سيدة فصيحة سحظة وجعرانة إيا واستغراره سقناشيه سيو جعرانة كو سقناضي دوري يتبن هبين وماشي ولمن ننكي خوارجي أها خوارج تعبها وأها ماشي وقصو ظاهري وي ننكي ذو الخواي صراحة حشو ضرر النبي أغيري اعدل يا محمد وعدالات سمي نبي مركو غني ماذا قيبي نبي وعرض عليه الصلاة والسلام وكويري وحونا كويري خبت وخسرت
waad hoogto waad khasaartay. Yaa cadaalad samayn, haddaana anigu cadaalad samayni. Uu ka sheekeeyey asxaabta qaar ka mida cumar bay riwaayooyinka qaar dhahaan, laakiin waxaa loo badan yahay khaalid inuu ahaa yaa rasuulallah, ninkan aan dilay iyo fasax iska da, uu yidhi waa soo tukadaa. Wa bacdu, intaa kadib, wa bacda xunayni wa daa'if, xunayn iyo daa'if kadib, fii dilqacdati, bishii sida taalla, ictimaaruhu nabiga cumraysigiisibaa ahaaday, min aljicraanati, meesha jicraana leya uu ka cumraystay, iyo wastiqraaruhu, sugnaanshihiisi uu jicraano ku sugnaaday muddo. Wa bintuhu, gabadhiisi Zaynabu ahayd, maatad, waa dhimatay. Gabadhiisi Zaynab ahayd, waa dhimatay. Thumma, intaa kadib, mawlidu Ibraahima, Ibraahim dhalashadiisa, ayaa fiiha fi sanati thaamina, sanadan sideedaad dhexdeeda ahaatay, xatman, si lahuba oo yaqiin. Kelimada xatmi waajibiyaa loo adeegsa xatman, hadda waa yaqiinan. Wa bintuhu, nabiga gabadhiisi Zaynabu ahayd. Zaynabna waad garanaysaa, nabiga gabdhihiisa calayhi salaatu wasalaam Faadima waxaa qabay Cali ibn Abi Daalib, xasan iyo xuseen bay dhashay. Laba gabdhoodna wuxuu iskugu xiskiisamay Cuhmaan ibnu Cafaan. Markii hore waxaa la siiyey Ruqaya binti Rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam, markay ka geeriyootay Badar, markii laga soo laabtay geeriyootay sanadii labaad ee Hijriga, Ummu Kulthum baa la siiyey. Ummu Kulthumna waxay geeriyootay iyadana sanadii sagaalaad ee Hijriga, xilligii Tabuq iyadana laga soo laabtay. Ama Zaynaba iyada waxaa qabay nin saxaabi ah isagana Quraysh, wala Abilcaas ibnu Rabiic ibnu Cabdi Shams. Wa bintuhu, nabiga gabadhiisi Zaynabu ahayd, maatad, way dhimatay sanadii sideedaad. Thumma, intaa kadib, mawlidu Ibraahima, Ibraahim dhalashadiisi ayaa ahaatay, fiiha fi sanati thaamina, sanadan sideedaad dhexdeed, xataman, si yaqiin oo hubaal. Wa wahabad, waxay hibaysay nawbataha, kalkeedii, licaaishata, caaisho waxaa u hibeeyey, sawdatu, sawda. Wa wahabad, waxay hibaysay, waa faacilku waa sawda gadaal. Wa wahabad, waxay hibaysay sawdatu, nawbataha, kalkeedii, habeenkii iyadoo iska lahayd, licaaishata, ayay u hibaysay, maadaamat zamaanan caaisha, waayahay maadaamad caaishatu zamaanan, waaye culimada qaar inkastoo intan dambe erey ahaan waxoogaa ishkaal, laakiin haddana dhib malaho. Waxaa weye wa wahabad, waxay hibaysay sawdatu, sawda oo xaasaskii nabiga ka mida. Xoogaa culimadu waxay dhaheen khashiyaha laxmi hilib, haddaba adu waa yar cuslaatay. Wa wahabad, waxay hibaysay sawdatu, sawda nawbataha, kalkeedii, licaaishata, ayay u hibaysay, maadaamad caaishatu, maadaamad ay tahay caaishatu, caaisha, zamaanan. Marka zamaananta qaybta horaad ku xidhiyo, wa wahabad, waxay hibaysay sawdatu nawbataha, kalkeedii, licaaishata, ayay u hibaysay zamaanan, waqti bay u hibaysay, maadaamad caaishatu, caaisho intayba ahayd, fil baqaa'i, baaqi ahaanshooda nabiga ay la noolayd wey, waaye. Wa cumila alminbaru ghayra mukhtafi wa xaja cataawun biahli lmowqifi. Wa cumila alminbaru, minbarkii baa la sameeyey, ghayra mukhtafi, mid qarsoon, ghayrkii xaal u yahay, usa qarsooneyn. Wa cumira alminbaru, minbarkii baa la sameeyey, nabiga minbar baa loo sameeyey, ghayra mukhtafi, xaal u yahay mid aan qarsoonayn. Wa xaja cataabun, cataab ayaa xajisiiyey, bi ahli lmowqifi, mowqifka dadkiisi, waa ninkii ugu horreeyey oo amiira oo dad muslimiina xajisiiyey ayaa culimadu dheh. Minbarku markii hore wuxuu ahaa jidcu nakhla, geed timira jiriddii, markii dambena nabiga minbar baa loo sameeyey calayhi salaatu wasalaam, nin najaara u sameeyey. Wa cumila alminbaru, minbarkii baa la sameeyey,
غير مختفي مد عن قرصونين حال ويا وما قرصونه وبين المد واضح وعد ومش ويا لما مسجد كلاقي قال وحج عتاب عتاب أيها حجسية بأهل الموقف في موقف كدتكس ثم انت كدب قد غزا النبي ودولي في التاسعة سنة السقالات تبوك أيوك الدول وهد ودمي مسجد الضرار لبك مساجد كيس رافع حال ويهميد كوريا لاي النبي قد لبكس رافع حال ويهميد كوريا لاي الضرار لبك مسجد كالوردس سنة السيارة وحاحة إلى غزوة دي التبوك أتقرن إسا غزوة دي أركد دول لما دقال مدعين لأي مدو كسي مغنى مدنا هدنا واسو سعودي مدنا واسي سعودي أدو وحيسكو قادتي كنتن بري سدح دي صحابي كهرينة وكي عنا قبطين تلو سور هكي كعب بن مالك هلال بن أمي إيه عامر ابن ربيع ربيع إيه صحابي كلم عامر بامس ربيع سدح صحابي كعب بن مالك يهلال ابن أمية الواقف قرآن كنا واشي وعلى ثلاثة الذين خلف مركة بريغا نبي ودولمات كان وديار قروباي يعني ما كي منافقين توحي بستان وحي كون مقع هبين مسجد لكن وكرب بحلبو أها أي ربين إني شرقولك كأبابلان نبي ونو وتكد عليه الصلاة والسلام وحيري النبي وهدو وتكده ما بدي عينه إن الدهان ضدك كلامك يكون قبسا النبي جاب النبوة كذا النبي وحي بالهدي هذا الجهاد بين آذي نغزو بلان كص والله بن وحي بالله وش يا جمرك لا تقم فيه أبدا ولي جانه كو استاج والدمي سيرة قار وحي شيء سبل حرق وابل واجب والجب ولماذا هلك وحي كقعتين العبرة بالمسميات لا بالاسماء عبرته ووحى شيء وكون مجعابين وحى ماشى اللغة هي ويه مجع حامت هذا مجع هان مسجد بيت هان لكن مسجد ما هنا بحلبه والد الدمية مرك ثم انت اكد بتبوك دول ثم انت اكد بقد غزا النبي ودول في التاسعة سنة السقالات تبوك ايوك دول وهد ودمية مسجد الضراري لبك مساجد كيس رافع حال ويهميد كوريا لا النبي قد لبك دي انت انه واحد يقول تمد بوحاوي رفع الحرج رفع الحرج ولا يسكي لبك ان لكوريا وحج وحا حجسية بالناس ذاتك ابو بكر ايا حجسية وسنة دي سقالات وثم ماشاس وقرب ديجة ماها يضرف ويوا اسم ثم ايا ثم اسم له ثم حرف عرف ويوا حرف ثم نظرف ويوه هذا وحاوي اسمه وثم ماشاس تلا وحو أقريي وثم ماشاس تلا علي علي با أقريي براءة سورة براء وحتم وحان واجبي والسقناضي ألا يحج إنو سحجن المشرك قال بعد انت كذب سورة دا برمركي لأقريي سودكتي كذب إنه سنن قال حجنين ولا يطوف قصة ضوافين عار من قاوان بيتك إلهي كعبد ذاكاس بأمر أمر أيوءها فعلى وين السميين أمر كأبو بكر يا نبي فعلى وين السميين أبو بكر يا علي أرنكاس بأمر من النبي أمر النبي وأمري أيين قصة ميين فعلى ألف كالف التثنية أبو بكر يا علي مركو حير وحج وحا حجسية بالناس ذاتك أبو بكر السنة دي السقالة وثم ماشاس ماشي حجك تلا وحو أغري ولما لما أنت عرفوي واي مركب عثني أبو بكر حديثك الإعراب وكشيكينا يا مركب منا أيوكو أغيسي ألا يحج بعد العام المشركون ولا يطوف بالبيت عريان وحج وحا حجسية بالناس ذاتك أبو بكر وثم ماشا أصعم من تلا وحا أقري براءة سورة براء وحا أقري علي وحتم وحاصو ناضي ألا يحج إنو سحجن مشرك قال
بعد انت كد مركي برل عقري ولا يطوف قص ضواف عار مد قاون ذاكا او انو سقال سوح جنن نن قاون قص ضواف كعبده فعلا وي سميان ابو بكر اي عري بامر امر بيكو سميان ومن النبي نبي حقي سكاه صلى الله عليه وسلم. وجاءت وحاتم الوفود وفديه فيها في السنة التاسعة سنة سيارة دحلة تترى حال اي توفدية دا كوة اسرحنا عايو اسكسو دبا دعا وحانا وهي سنة سيارة دي هجري وحالو يقان عام الوفود سنة دي وفدية دا سنة ينك الوفدية وإيمان لكن سنة دي او وفدي بنايد بيه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. وجاءت وحاتم الوفود وفديدي فيها في السنة التاسعة سنة سيارات احذر تترى حاليهم كو اسكسوا الدب الدعاي. هذا افهم فهن هذا كاس ومن نساه هوين كيس وآل النبي وعد ارتي شهرا بلبو كد ارتي من نساه هوين كيس هوين كيسو بل كد ارتي بيش مركي ودماتين وصولابت. وجاءت وحاتم الوفود وفديدي فيها في السنة التاسعة سنة سجالات دحر تترى حالة يتميد اسكسو الدبا داعيس. هذا افهم فهن هذا كان وآل النبي واد ارتي شهرا بل من نساه وهوين كيسو كاد ارتي اي من نسائه. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.